اكتشفوا يوبتي الجديد للرامي. يوبتي للشرب بفوائد الياغورت للصغار والكبار بذوق المشمش. بزاف بنين. يوبتي كل يوم البنة تاعو. حمل تطبيق مع عمو يزيد من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التفعيل اكتشف كل الحفلات، كل الحصص، كل الأغاني وكل لقاءات صحفية. تطبيق مع عمو يزيد متوفر على البلاي ستور. مرحبا. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا فوبيك اثبت وكوكو والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العقل عمو يزيد. تعالوا هلموا إلينا انضموا شكرا 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 احبائي. راني فرحان بزاف 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 لاني معكم اليوم. وانتم راكم فرحانين؟ راكم فرحانين؟ اذا احبائي عمو يزيد دائما سعيد جدا 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 باستقبالكم هنا. وانتم احبائي اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا كما الاصدقاء اللي راهم هنا، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمو يزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقه. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي لما تشاركوا للحضور عليكم بشوية تعصب لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حب يستضيفكم كامل 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 ويحبكم. إذن شوية تعصب أحبائي كما أنتم صبرتوا وعيتنا لكم يا أخي أحبائي. برافو برافو برافو. أحبائي في بداية كل حصة نستقبل الرسائل. شكون اللي يجيب لنا رسائل؟ ساعي البريد. إذا استقبلوا معايا ساعي البريد جليل. تعال وليدي تعال تعال تعال. تحية. مرحبا يا عمو ياسين. مرحبا مرحبا جليل. واش راك وليدي لاباس؟ لاباس. نطبخ لي اليوم؟ مصباح وانت جبت لنا كاع البريد تاع اصدقاء الاطفال. برافو. اذا ضعه في علبه البريد باش عمو يزيد يقراه لكم من بعد. تفضل. اذا احبائي انتم ثاني الا حبيتوا عمو يزيد يقرا البريد تاعكم هنا، ما عليكم الا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمو يزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. احبائي وعمو يزيد دائما سعيد. مع السلامه. شكرا 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 وليدي. شكرا جليل وشكرا. عمو يزيد دائما سعيد بقراءة البريد تاعكم هنا احبائي. تحبون الغاز؟ لغز اليوم يقول: أنا أستطيع الكتابة ولكنني لا أستطيع القراءة. من أنا؟ أعيد اللغز. أستطيع الكتابة ولا أستطيع القراءة. من أنا؟ وانتم كذلك احبائي لكم تشوفوا فينا تقدروا تجاوبوا على اللغز عبر موقع الانترنت عمو يزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز. احبائي والشاطر يعطينا الحل. اذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمو يزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الالكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. اذا اصدقائي فكروا مع أصدقائنا لم يشوفوا فينا في الإجابة عن اللغز. أستطيع الكتابة ولا أستطيع القراءة. من أنا؟ فكروا لغاية نهاية الحصة وإحنا نروحوا نكتشفوا شخصية جميلة، شخصية صادق بالحاج مع وفاء مداس بنتي. إذن تحية الوفاء. تفضلي تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. تفضلي بنتي تفضلي 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 وفاء. مرحبا يا أطفال. مرحبا. الصادق الحاج هو محمد الصادق الحاج الطاهر بالكسان بالمنصور ولد حوالي 1790 ميلادي
في قصر أولاد أيوب بسكرة، هو فارس السيف والقلم، قاوم الجهل والاستعمار في واحات وجبال الزيبان، رفض إغراءات الجاه والسلطان وتحدى جنرالات فرنسا الذين واجههم إلى آخر جندي من أتباعه. ثورته دامت من 1844 إلى غاية 1859 ميلادي، أي 15 سنة من المقاومة. كان العقاب الفرنسي ضد الصادق الحاج شديدا، حرقوا زاويته وأملاكه وسجنوا أتباعه ونفوا أبناءه، أما هو فقد توفي في سجن الحراش يوم 26 يناير 1862 ميلادي، أي قبل قرن على استقلال الجزائر. رحمه الله وجعله مع الشهداء والصادقين. برافو 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 بنتي، برافو برافو. أحبائي، الصادق بالحاج حارب فرنسا بالقلم وبالسيف وبالرصاص. أحبائي، إذن نترحموا على كامل كامل الشهداء، شهداء المقاومة الشعبية وشهداء الثورة وكامل الشهداء اللي ضحوا بالنفس والنفيس من أجل أن تكون الجزائر حرة مستقلة. أحبائي، هذا أقل شيء أننا نترحموا عليهم، لأنه بفضلهم رانا أحرار مستقلين. أحبائي يا أخي، وعلى بالكم بلي هذه السنة اللي راهي جاية سنة مهمة جدا جدا، راح نحتفلوا بستينية عيد الاستقلال. أحبائي، 1962 2022، 60 سنة راح نحتفلوا بها، شيء جميل أحبائي. وعمو يزيد راح يوجد لكم مفاجأة كبيرة 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 في هذاك الوقت. أحبائي، راح نغني لكم أغنية جميلة، ولكن قبل الأغنية راح نقول لكم علاش اخترت هذه الأغنية في اليوم بالذات. يوم 21 سبتمبر هو اليوم العالمي للسلام. منذ 2001 الأمم المتحدة داروا هذا اليوم، دونوه كيوم عالمي للسلام. أحبائي، احنا بطبيعتنا نحبوا السلام في العالم، ما نحبوش الحروب، ما نحبوش التشرد، ما نحبوش اللجوء، اللاجئين، الناس اللي عندهم الدمار. احنا ماذا بينا العالم كله يكون يعيش بالسلام. أحبائي يا أخي، راح ندير لكم مفاجأة لهذه. يوم 23 سبتمبر هو اليوم العالمي للصم. أحبائي، الناس اللي ما تسمعش، الصم لذا نضمنوا معهم أحبائي، لأن الإنسان الأصم أو حياته غير عادية، أقل شيء أننا نضمنوا معهم ونحاولوا كيفاش نسهلوا لهم حياتهم. يا أخي، بما أننا في هذه الفترة هذه، يوم 21 سبتمبر واليوم العالمي للسلام أحبائي، لجغني انترناسيونال دو لا بي، عمو يزيد لكم أغنية جميلة جميلة جميلة، أغنية السلام، نقول فيها مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام. أحبائي، تغنوها معايا؟ يلا تغنوها معايا. مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور والطير نهدي للناس السرور، مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور نهدي للناس السرور. لا 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 لا. في حينا نلتقي نحن الصغار ونجوب، ديار الصحبة نبتغي بكل فخر وثبور، في حينا نلتقي نحن الصغار ونجوب، ديار الصحبة نبتغي بكل فخر وثبور. مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور والطير نهدي للناس السرور. لا 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 لا. هذه يا ذي يا صحباتي لنجتمع في أمان، بدون عنف أحباتي بدون سخط لا نفور، هذه يدي يا صحبتي لنجتمع في أمان، بدون عنف أحباتي بدون سخط لا نفور، مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام، مثل الزهور والطير نهدي للناس السرور. لا 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 لا. كلنا نبتغي عالم بلا حروب، بلا مآسي، لا دموع، محبة بين الشعوب،
كلنا نبتغي عالم بلا حروب، بلا مآسي لا دموع، محبة بين الشعوب، مثل الحمام واليمم معا نغني للسلام، مثل الزهور والطيور نهدي للناس السرور. بريئة غايتنا صديقة، لا نعرف عداوة، لا نعرف معنى الغرور، أحلامنا بريئة غايتنا صديقة، لا نعرف عداوة، لا نعرف معنى الغرور، مثل الحمام واليمم معا نغني للسلام، مثل الزهور والطيور نهدي للناس الصور. برافو 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 أحبي، كلنا نبتغي عالم بلا حروب بلا دموع. أحبائي احنا ماذا بنا قاع الأطفال قاع الناس تعيش بالسلام، مثل الحمام واليمام معا نغني للسلام. يا أخي أحبائي مثل الطيور والزهور نهدي للناس السرور. أحبائي الإنسان لازم يزرع السرور، لازم يزرع البهجة. أحبائي يا أخي إذن لازم السلام. تحبوا ألعاب الخفة؟ نروح دركا مع عمو جوجو اللي جانا من مدينة واتسوف بألعاب الخفة. إذا تفضل تفضل عمو جوجو، تفضل تفيق عليه. إذا تحية تحية، تفضل تفضل عمو جوجو، تفضل تفضل. Thank you.
عجبكم عمو جوجو؟ هايلة على بالخفة. إذن دائما نستقبلوا لاعب خفة من ربوع الوطن. عمو جوجو جانا من مدينة واتسوف. في كل مرة راح نعرفكم على لاعب خفة من ولاية من الجزائر اللي نعتزوا كاع بالطاقات نتاعنا وكامل نحبوهم وماذا بينا يجوا يزورونا كامل. أحبائي نروحوا دركا في فقرة هل تعلم نكتشفوا معلومة مع دعاء لعلالي. تفضلي دعاء بنتي تفضلي تفضلي تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلم أن عدد البكتيريا في الأذن قد يزيد بمقدار 700 مرة إذا تم ارتداء السماعات لمدة ساعة كاملة؟ برافو 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 برافو. إذن شكرا شكرا بنتي دعاء. دعاء عرفتنا على معلومة مهمة جدا جدا جدا. أحبائي على بالكم اللي في أذن الإنسان كاين بكتيريا، ولكن هذه البكتيريا لما نرتدي السماعات هذوك السماعات الزيكوتور لمدة ساعة كاملة حتى تضاعف هذه البكتيريا هذه. إذن ماذا بينا نبتعدوا عن السماعات، ما نديروهمش بزاف ما نديروهمش بزاف، نسمعوا هكذا أحسن من السماعات لأنه يتضاعف عدد البكتيريا في الأذن. أحبائي واش رايكم احبائي؟ انا كاين فقره نحبها بزاف بزاف بزاف، هي فقره الحكايات. تحبوا الحكايات؟ نروحوا دركا نحكي لكم حكايه الرجل الطيب. احبائي يلا معي. اذا احبائي كما وعدتكم راح نحكي لكم حكايه جميله جميله، هي حكايه الرجل الطيب. واحد النهار كان واحد الرجل خرج من القرية تاعو وراح، كان مسافر لواحد القرية واحد أخرى. يمشي 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 في الطريق، من بعد سمع واحد سمع الحس هكذا، سمع الصوت أصوات. قرب هكذا ساب واحد البير، ساب واحد البير طلع هكذا ساب ناس وحيوانات عالقين في هذاك البير حاصلين، ما على بالوش كيفاش طاحوا تما. ساب النمر، قرد، ثعبان، واحد الراجل انسان هكذا عالقين في هذاك البير. بعد كي طلع هكذا قالوا سلكنا سلكنا سلكنا. بعد قاعد يشوف هو خاف، قال للنمر، قالوا انا ما نقدرش نسلكك انا تخرج من بعد تاكلني ما نقدرش نخاف. قالوا لا لا، قالوا كيفاش رايح انا نعض اليد اللي تساعدني؟ قالوا لا لا والله ما تخافش غير سلكني. كما كان الحال خرج هذاك النمر كان خايف هكذا، بصح النمر قالوا ما تخافش، قالوا شوف، قالوا انا نسكن في هذيك المغاره لهيك، قالوا الا احتاجت اي حاجه روح لعندي. وراح النمر هذاك. ومن بعد القرد، من بعد سلك القرد. كي سلك القرد، القرد قالوا شوف راك تشوف هذيك الشجره الكبيره اللي لهيك، قالوا انا نسكن تما، قالوا اذا جعت ولا اروح نعطي لك ثمار طازجه، هذيك ثمار طايبه باش تاكل. خلاه راح. ومن بعد التعبان قالوا سلكني سلكني، قالوا لا لا، قالوا نسلكك من بعد تلسعني تقرصني ونموت. قالوا لا لا، قالوا ما تخافش، قالوا إلا سلكتني ما تخافش. كما كان الحال سلكوا وخرجوا. هذاك التعبان قال له راك تسيبني في هذيك الغابة إلا احتاج أي حاجة. قالوا بصح بالك من الإنسان هذا اللي هنا، وكان تسلكوا راح يجوك المشاكل. احتار هو، قال كيفاش الحيوانات كامل خرجتها ما كانش عندي مشاكل دوك الإنسان. وهذاك الانسان اللي كان تما قال له سلكني سلكني، سلكوا. خرج هذاك الانسان، اه فرح هذاك، قال له شوف، قال له انا بائع مجوهرات في هذيك المدينه، قال له الا احتاجت اي حاجه روح لعندي. خلاص راح قعد يمشي 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 باش هو كان يحوس على خدمه باش يجيب قوت يومه. ما صابش كاع الخدمه، وين يروح ما كانش، وين يروح وين يروح وين يروح. واحد النهار تفكر، قال انا كاين ناس درت فيهم خير نروح لعندهم بالك يرجعوا لي الخير ديالي. رجع راح مباشره عند القرد، كان عطشان وجوعان قعد تحت شجره، شافوا القرد قالوا غير قعد هنايا دوك انا نعطيك الثمار الطازجه دوك تاكل حتى تشبع. جاب له الثمار وكامل كلا. ومن بعد قال انا بصح دوك لازمني قوت اليوم. راح عند النمر، راح عند القرد هذا قال له وري لي النمر هذا وين يسكن. راح عند النمر، النمر شفع عليه قال له واش بيك وكامل، قال له انا راني نحوس على عمل وباش نوكل ولادي ما قدرتش وكامل. قال له شوف عندي قلاده، ميدايون قلاده صبتها طايحه في الغابه، هاك روح ديها روح بيعها.
واستفاد من دراهمها. تفكر باللي عنده صاحبه بائع مجوهرات، هذاك اللي سلكهم البير، راح لعنده، دخل عنده، قال له شفا عليه، قال له واش راك لاباس، قال له بخير، قال له هاي لك عندي قلاده حبيت نبيعها. قال له خلاص خلاص خليها لي، قال له ارتاح هنا دوك نرجع. واش يدير هذاك الانسان هذاك بائع مجوهرات؟ هو اللي خدم هذيك القلاده للامير، والامير هذاك طيحها كي راح يصيد في الغابه. واش يدير هو؟ بلا ما قال لهذاك الشيخ وين صبتها ولا، راح مباشره للقصر الملك، قال له شوف شوف، قال له السيد اللي هذه القلاده اللي خدمتها لكم انايا او جابها لي واحد حب يبيعها. الملك قال له مال هذا سارق، بعث الجنود راحوا جابوه داروه في الحبس. ما فهم والو هذاك الشيخ، قال بصح انا ما درت والو، ارموه في الحبس. كيما هو في الحبس مشات القصه تاعو بين الحيوانات والانس وكامل كاع الناس على بالهم. كي كان في الزنزانه في الحبس، جاء هذاك الثعبان اللي سلكو طلع عليه من الطاقه هكذا، قال له راني سمعت بالقصه تاعك من اصدقائي الحيوانات، قال له شوف عندي حل باش نخرجك، قال له هاك هذه العشبه، هذه عطروه العشبه، قال له هذه تشفي من لسعه الثعبان، قال له وانا راح نتسلل ونلسع الملكه، راح الملكه راح تفقد الوعي تاعها. صديقي قالوا حتفقد الوعي تاعها، وانت لما تعطيها هذه العشبه هذه راح تسلكها ويخرجك من السجن. كيما كان الحال، حكم هذيك العشبه، التعبان هذاك راح في الليل لسع الملكه، فقدت الوعي. ومن بعد الملك قال لهم انا اللي داوي الملكه نعطي له واش يحب. هذاك السجين قال له الحراس قال لهم لازم نشوف الملك، انا عندي الدواء الملكه وكامل، داوه عند الملك. قال له واش بيك؟ قال له شكون انت؟ قال له انا عندي الدواء الملكه. عطى له الدواء هذاك، كي داروه الملكه سخنوه في الماء وكامل شرباته برات. قال له شكون انت؟ قال له علاش راك في السجن؟ قال له احكي له الحكايه من الاول. قال له ها كيفاش كيف؟ قال له الانسان اللي جا قال لك باللي انا اللي سرقت هذيك القلاده الميدايون ما تحققش من الخبر. زعف الملك لانه هذا ظلم، هذاك اللي بلغ عليه هذاك باع مجوهرات قال لهم ديروه في السجن. قال لهم هذا الانسان دروك تخرجوه وداروا قاضي معاه لانه عرفوا بلي الشيخ طيب وعادل. ومن بعد انتشر هذاك الشيخ بالعدل تاعو وقعد عايش تما، جاب ولاده وعاش في هذيك المدينه. عمو يزيد عمو يزيد، نستخلص من القصه تاع اليوم انه من يفعل الخير ويساعد الناس فان الله سيكافئه اضعافا. برافو 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 برافو. اذا احبائي، ناس بكري يقولوا دير الخير وانساه، شوفوا هذاك الشيخ كيفاش دار الخير في هذوك الناس ومن بعد شفوا على الخير. يا اخي احبائي يلا معايا. اذا احبائي كما شفنا في الحكايه، الانسان اللي يدير الخير دائما ربي ما يخليهش، دائما لازم نديروا الخير يا اخي احبائي، باش هكذاك ربي يبارك لنا في ولادنا، باش ربي يبارك لنا في ولادنا ويبارك لنا في حياتنا كذلك. واش رايكم احبائي؟ انا كاين واحد الفقره جميله جميله، هي تعرف على مدينتي، راح نكتشفوا اليوم مدينه جيجل مع دنيا العلالي. تفضلي بنتي دنيا، تفضلي 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 بنتي. مرحبا يا اطفال. مرحبا. مدينه جيجل او ايجيجلي اختلفت اصول تسميتها، تقع في الشرق الجزائري، يحدها من الشمال البحر الابيض المتوسط، ومن الجنوب ولايتي ميلا وسطيف، ومن الشرق سكيكده وقسنطينه، ومن الغرب ولايه بجايه. تقدر مساحتها ب 2577 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 636,948 نسمة، وتضم 11 دائرة و28 بلدية، تحتوي على ثروات طبيعية هامة ونشاط اقتصادي زاهر. توجد بها عدة معالم أثرية، نذكر منها الكهوف والمغارات العجيبة ومنارة جيجل، بالإضافة إلى شواطئها الخلابة مثل كورنيش المنظر الطبيعي، وكذلك الحظيرة الوطنية. برافو 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 أحبائي، مدينة جيجل والسواحل الساحرة أحبائي، جميلة جدا جدا، زيامة منصورية، جميلة جميلة جدا ولاية جيجل أحبائي.
زرتوها يا اخي؟ لازم تزوروها لو ما زرتوهاش. جميله. وتحياتنا لكل سكان ولايه جيجل ومدينه جيجل والسواحل الجميله، نزورهم ان شاء الله. احبائي، شكون اللي عنده نكته جميله في فقره اضحك معنا؟ كل عنده نكته، تعال ولدي، عندك نكته جميله؟ اه تعال اروح، يلا 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 تعال اقعد ولدي. واسمك ولدي؟ مالك. مالك، وين تسكن مالك؟ في ليفرجي. في ليفرجي، يعني بالخدم في العاصمه؟ نعم. الله يبارك الله يبارك. حكينا واش تعرف ولدي. كان واحد الراجل فرطاس، دخل للصادوبه، زلق، زاد زلق على راسه. زلق على جدو على راسه. برافو برافو برافو. تفضل 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 تفضل. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لعمو يزيد؟ شكون عندك؟ تعالي بنتي اروح اروح اقعدي. واسمك انت؟ هناء. هناء، وين تسكني هناء؟ في ولايه بليده. في بليده. ما جبتيش ورده؟ مدينه الورود. شحال في عمرك بنتي؟ 8 سنوات. 8 سنوات. تحكي لي نكته تاعك بنتي. واحد النهار واحد المراه قالت لوليدها اشري لي مقله، راه عند الحانوت قالوا اعطي لي سقله. هو عم بالو سقله مقله تبهله. من بعديك قالوا سقله مش سقله، زيد ضربوا السقله، قالوا ايه تفكرت مقله، ضربوا بسقله. حتى كي ضربوا باش عرف بلي مقله مش سقله. برافو برافو برافو. احبائي الحقنا دركا لفقرة رسائلكم. إذا عمو شيشو جبنا رسائل أصدقائنا الأطفال باش عمو يزيد يقراهم، وأنتم أحبائي لحبيتوا عمو يزيد يقرأ رسائلكم في البرنامج ما عليكم إلا تكتبوا لنا عبر موقع الإنترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. برافو، تحية تحية لعمو شيشو. شكرا 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 شكرا. إذا الرسالة الأولى لعمري ياسمين 6 سنوات من عين بنيان ولاية الجزائر العاصمة. اسمي ياسمين، عمري 6 سنوات، أحب عمو يزيد وأتمنى الحضور في الحصة. إذا ياسمين بنتي لعمري حنا عيطوا لك حتما، وحنا تاني نتشرفوا بحضورك للحصة. الرسالة الموالية شرايطية ماريا 9 سنوات من الجزائر العاصمة كذلك. قدكم السلام عليكم عمو يزيد، أنا أحبك كثيرا وأريد أن ألتقي بك في حصتك ومرحبا. إذا الشريطية ماريا عيطوا لك بنتي وتجي تحضري معنا، وحنا نكون سعداء باستقبالك بنتي. كريم ريتاج 4 سنوات مدينة الأخضرية باليسترو البويرة ولاية البويرة. إذا تحياتنا. قالت لك أحب أن أحتفل بعيد ميلادي. إذا ريتاج كريم الخضرية بنتي راسلينا، وحتما تقدري تحتفلي بعيد ميلادك في حصة مع عمو يزيد. رحاب زعير، زعير رحاب 13 سنة مدينة التمالوس ولاية سكيكدا. قالت لك عمو يزيد أنا أحبك كثيرا. إذا زعير رحاب بنتي عمو يزيد تاني يحبك 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 بزاف، مدينة التمالوس ولاية سكيكدا. تحياتنا. الرسالة الموالية عطاوة ميرال 8 سنوات مدينة قلمة. يا سلام على مدينة قلمة الجميلة. قلت لكم أعجبت بالحصة وأريد الالتقاء بعمو يزيد. إذا بنتي ميرال عطاوة عمو يزيد تاني يحبك بزاف، وتحياتنا لكل سكان ولاية قلمة. أحبائي أنا نحط صديقي هنا. أيوة الحقنا دركا لفقط الجواب عن اللغز. إذا أحبائي فكرتوا في اللغز. اللغز قال أستطيع الكتابة ولكني لا أستطيع القراءة، يا ترى من أكون؟ من أكون يا ترى؟ تعال ولدي أروح، تعال 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 أروح ولدي. واسمك؟ مالك. مالك، عاود تقول لهم وين تسكن مالك؟ في ليفرجي. في ليفرجي. واش مسالة تدرس مالك؟ سنة الثانية. شحال جبت معدل؟
10 10 على 10 واو تفق عليه تفق عليه 10 على 10 الله يبارك شاطر 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 بلدي. إذن أستطيع الكتابة ولا أستطيع القراءة؟ من أنا؟ قلم. القلم أحبائي برافو 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 ولدي. أعطيه الهدية تاعه أعطيه الهدية تاعه برافو 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 برافو. إذن ولدي عمو يزيد أعطيك هذه الهدية هذه إن شاء الله تستفاد بها. شكرا. العفو العفو ولدي تفضل 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 تفضل. أحبائي في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده معنا هنا. اليوم عندنا عيد ميلاد ذكرى، تعالي بنتي تعالي تعالي ذكرى، اروحي اروحي ذكرى. تعالي بنتي ذكرى تعالي 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 بنتي اروحي اروحي قدامي. واحنا قبل ما نحتفلوا مع ذكرى راح نشوفوا الرسم اللي درته لنا بشرى. تعالي بنتي تعالي ورينا الرسم اللي درتيه لنا. في رسم اليوم يلا رسم اليوم مع بشرى وريه لنا ذاك الرسم الجميل. يلا بنتي وري لي وري حكمي الميكرو تكلمي معاهم. اوه جميل 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 جدا. هضرينا على الرسم هذا بنتي. الحمامة هي اللي تمثل السلام والسلام حيكون عالمي. تما قررت ندير العالم هو الحمامة باه نمثلوا سلام دولي والعالمي يوم 21 سبتمبر. برافو 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 جميل 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 جدا 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 برافو بنتي برافو. اذا ديريها في منزل عمو يزيد. اذا احبائي بعد ما شفنا الرسم تاع بشرى الجميل تاع اليوم العالمي للسلام وحنا ماذا بينا العالم كله كله يكون بلا حروب بلا اي مآسي احبائي بلا دموع يكون دائما عالم سالم يعيش بسلام احبائي. اذا كما قلت لكم راح نحتفلوا مع ذكرى بعيد ميلادها. اصدقائنا راح يجيبوا لنا الكاتو ديالها وحنا نغنوا لها عيد ميلادك احلى عيد. يلا بنتي عيد ميلادك أحلى عيد ربي اكتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد وقل لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد وقل لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمئة سنة وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي لمئة سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو برافو برافو. إذا بنتي ذكرى عمو يزيد يشعل لك الشمعة وحنا نديروا العد التنازلي لذكرى. إذن 8 7 6 4 3 2
واحد طفي الناس كمعة طفي 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 برافو 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 برافو. إذن ذكرى بنتي يعطيني الشهادة تاعها. إذن ذكرى بنتي عمو يزيد يعطيك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد باسمك. أوه شابة. وانتم أحبائي كل واحد فيكم راح يتلقى شهادة هكذا باسمه يحتفظ بها كذكرى يعلقها في الدار باش تفكروا من بعد كي تكبروا تقولوا لأولادكم إحنا رحنا الحصة مع عمو يزيد. يا أخي أحبائي فوالا هاكي بنتي. وهذه هدية راعي برنامج مع عمو يزيد رامي يعطيك هذه الهدية الجميلة 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 إن شاء الله تستفادي بها بنتي. هاي ليك. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير. سنونا في الأسبوع المقبل نفس التوقيت أحبائي نحبكم. سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. باش نشارك في الحصة عم يزيد سجلت أنا في هذا الموقع اسمي العروسي فيزا آمل ودي وحبيت نسجل في الحصة تاع عمو يزيد فسجلت في السيت تاع عمو يزيد ولما سجلت خرج اسمي مع الآخر وفرحت بزاف لأنه خرج اسمي وجيت للحصة والحاجة اللي تعجبني بزاف في الحصة هي قسم اللغز والعبرة من الحكاية والأغنية فيها. الحصة تاع عمو يزيد أعجبني فيها حصة تاع اللغز والقصص والأغاني. أنا عمو يزيد لما وجدت اسمي حسن عمو يزيد راح جدا تعجبني حصة عمو يزيد السحر والألغاز. بعد التقينا مكالمة عندنا صافي حتى أيام من أربع أيام التقينا مكالمة عاود اليوم هذا إن شاء الله أنا هنايا. يكون عمو يزيد ما ماما ديري لي عمو يزيد ديري لي عمو يزيد ويفرح بها ويتعجب ويقول لك غنروح تاع غنروح. وانا ما كنتش على بالي حتى البنات توعيهم ويداروا تصلوا بالحصه يعني لهم حققوا الحلم ديالهم. والله غير حبنا الحلم تاعو تحقق. واش تقول لماما؟ واش تقول لماما؟ واش الحلم تاع ماما شوف شوف معاك تقول لماما بابا كي جابك حصه تاع عمو يزيد ماذا تقول؟ أحبكما أبي وأمي هذا أفضل يوم في حياتي. أنا وليت عند فلان هذه الحصة بزاف يحبوها واليوم الحمد لله حصل لهم الشرف يعني وين شافوا عمهم يزيد وحضروا معه الحصة وكان شرف لينا والولاية كامل والأطفال ويعطيكم الصح على هذه الحصة ونشكروا عمو يزيد على الحصة وعلى الأولاد هذو اللي فرحهم. السلام عليكم معكم الماجيسيان عمو جوجو من ولاية فيتسوب كما تواصلت معهم على الصفحة تاعهم عبر فيسبوك. الحمد لله كان تجاوب سما ديريكت تجاوب معايا وروحوا لدولي وجيت لهنايا وحقيقة هذه الحصة زادت لي بزاف سما في المشوار تاعي الفني اهتمام مع الولاد وكاع شغل هذا عمو جوجو اللي رانا نشوف فيه مع عمو يزيد ايتو الحمد لله ربي وبارك الله فيكم ان شاء الله. تم تسجيل ابنائي منذ فترة البنت هذه اللي سجلت وعيطونا في الشهر هذا الماضي واتصلنا بالحصة ورانا نحن منفعلين بزاف مع عمو يزيد وحصل لهم الشرف انهم اليوم حضروا الحصة هذه ونتمنوا المزيد. فايدة من الألعاب الخفيفة هي تنمية القدرات التركيزية لدى الأطفال يخليهم يكونسونطرو هي حاجة مليحة على الأقل الطفل يزيد في النمو الفكري تاعه. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي.
حمل تطبيق مع عمو يزيد من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التفعيل اكتشف كل الحفلات، كل الحصص، كل الأغاني وكل اللقاءات الصحفية. تطبيق مع عمو يزيد متوفر على البلاي ستور. مرحبا. رامي تارت الجديد حضرناه بأشهى أذواق التارت، بفوائد الياغورت للصغار والكبار، بذوق الفراولة. بزاف بنين، الذوق اللي تشاهيته عند رامي لقيته.